النجم امير قرار، انت قلت لي حاجه امير هيلمع اكتر، هو نابع كده وعايزين يستضيفنا بقى معاه في البرنامج، ما يهملش كده ولا حاجه يعني. النجم ياسمين صبري. لا ده ياسمين بقى حكايه تانية. ياسمين صبري رمضان اللي جاي لها عمل، العمل ده هيكون اكبر من كل الاعمال اللي فاتت، وهيكون لها حاجه في الناحيه الاجتماعيه كده، والزواج كده في بشره كده جايه لها في خلال السنه دي او السنه الجايه. النجم مي عز الدين، ما سالتكش عليه بس هي من الشخصيات المقربه ليا، متوقع لها مي عز الدين. مي عز الدين انت عارف في حاجه كده بتبقى ايه الايقونه او الحلويات اللي هي موجوده، دور صعب علينا مستعصي خلاص يبقى ده بتاع مي، دور بنت جميله شقيه بتاع مي، دور بنت تبكي مصر والبلد هي. فمي عز الدين على فكره مي هيكون لها حاجه في رمضان اللي جاي بالمناسبه، وممكن قبل كده كمان، وطبعا لمعان اكتر واكتر وتوهج اكتر، بس لها تحيه من هنا طبعا، وهي محبوبه يعني على الجانب الجميل ده. توقعت ايضا لبعض الفنانين ان انت مش متفائل لهم الفتره. في بعض الفنانين يعني انا بس دول مش هقول اسمائهم يعني، كانوا لعبوا ادوار اولى وتواضوا بقى شويه في الادوار الثانيه او اقل، دول في رمضان اللي جاي مش هيكون التوهج بتاعهم او الحاجه يعني، ممكن كمان ما يكونش لهم اعمال في رمضان اللي جاي يعني، هيبقى في حاله من الركود شويه وعدم العمل لمده سنه او اثنين ممكن يعني. سنه او اثنين متوقع كده. الانتاج الدرامي والفني في مصر رايح في انهي اتجاه؟ هل الانتاجه يعني هنقول مثلا الاتجاه اللي هو رايح له الانتاج الفني والدرامي والاعمال بتاعت مصر، هي اولا متزعمه ومتسيده بالنسبه للوطن العربي، الفنان العربي اللي بيبقى موجود في مصر ومشهور بتعرفه كل الدول العربيه، وليس بالشرط ان يكون فنان في الدول العربيه يعرفه كل جمهور الوطن العربي ويعرفه مصر. فتلاقي مثلا الفنان اللي عندك يعني مطرب مثلا هنقول عمرو دياب تعرفه كل الدول العربيه والعالم، ممكن يبقى مطرب في دوله عربيه احنا ما نعرفوش. مي عز الدين مثلا يعني النجوم اللي موجوده من غير ما ننسى اسمه ولا حاجه ايا كان، فالدراما بتاعتنا هتوصل لاكثر من كده. ورمضان اللي جاي ده هيكون الاعمال الفنيه فيه، هو السنه اللي فاتت دي كانت مثلا 30 25، هيكون فوق ال 50 او ال 60 عمل فني ودرامي. هيكون اكتر من 60 عمل فني، اكبر فتره هتشهد دراما مصريه الفتره القادمه. ما شاء الله يا رب بالخير والصالح. توقعت اشياء عن نوبل وشخصيات عامه؟ في ده في حاجه عايز اقولها، شخصيه دينيه كبرى سوف تكون شخصيه العام على مستوى العالم، شخصية دينية كبرى هيتم اختيارها، وشخصية أيضا سياسية كبرى سوف تكون شخصية العام على مستوى العالم كله من مصر السنة دي. مصر السنة دي هيكون لها نصيب في العالمية بقوة جدا وبكثرة بإذن الله إن شاء الله. وجائزة نوبل مش السنة دي الدول العربية ومصر بالذات هيكون لها نصيب فيها أيا كان بقى طبعا من أي فرع من فروع طبعا جوائز نوبل، بس هيكون لنا فرع فيها إن شاء الله يعني.